على المدرب الحراس لحد الان مازال مش موجود. سمعنا كان اتفاق مع عادل بن زويتا وتو شنو اللي صار؟ باه بالنسبه للمدرب الحراس، مدرب الحراس عادل زويتا صحيح جاء واحنا كلمناه كي هو في قطر والكل، مازلنا ما تفاهمناش معاه، ثم بعض الاشكاليات وبعض النقاط اللي مازلنا ما تفاهمناش فيه. احنا عندنا تو ممرن حراس اللي هو بيان كاليفي، هو الامجد اللي هو الممرن نتاع ليليت، ان بون انترينور، مي مش ان شاء الله يا ما سي عادل يا ما حد اخر الايامات الجايه ان شاء الله يكون موجود مدرب حراس ان شاء الله.